الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نشكر الإخوة المتحدثين شيخ عبد الإله والإخوة كلهم في هذه الحلقة المباركة. قال الله تبارك وتعالى بيحكي لنا في قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه ومع قومه. قال تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إبراهيم عليه السلام أبوه اسمه آزر، وسموه آزر لأنه كان بيعبد الصنم بتاعه، الصنم اسمه آزر، وبيقدس الصنم ده تقديس كبير. عشان كده من شدة تقديسه لحد ما سموا الصنم، سموه باسم الصنم بتاعه ده، أبو إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام تكلم مع والده. عشان كده يا أخواننا لابد الإنسان يفهم أن العقيدة أنت بتعلمها لأهلك ولقرابتك في الأول. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان ده من أول ما نزل عليه، قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر أهلك أول حاجة. أول ما نزلت عليه الآية دي، النبي صلى الله عليه وسلم طلع جبل الصفا، قال الراوي: فعم وخص، عم الناس وخص أفراد معينين. قال: يا بني عبد مناف، يا بني قصي، يا بني هاشم. بعد ذاك نادى أفراد من أهله من بني هاشم، قال: يا عباس ابن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وقال: لا تأتوني بأنسابكم يوم يأتي الناس بأعمالهم. كويس. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالدعوة أهله أول حاجة. إبراهيم عليه السلام بدأ يتكلم مع أبوه، قال: يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لأنه اللي بيعبد الصنم ده لا بيسمعه، ها، ولا بيجيبه، ولا بينفعه، ولا بيضره. وده يا أخواننا نفس النظام، نفس النظام ونفس الكلام ده مفترض تقوله للناس الليلة عندنا اللي بيعبدوا القبور بتاعت الشيوخ. واحد جايبين واقف ذاته غليد قدر الكتلة، زول عاتي خلاص، واقف جنب القبر بتاع وتحسونا، كويس، وبنادي في وتحسونا، ومعه جماعة بيقولوا آمين، ومين ده ودلك بيقولوا آمين، يا وتحسونا، يقول له الناس ديل جوك من بعيد. وتحسونا كم ما عارفهم جو من وين، دار يديهم كيف ذاته عشان تعرف الغباء المركب. قال: يا وتحسونا، الناس ديل جوك من بعيد وديل طالبين الصرف، انا ما اعرفه وتحسونا ده بنك المزارع ولا ده شنو، وطالبين الصرف، قال، ودايرين شنو ما عارف. وأدي واعطي، قال له، كل سائل سؤله. يا اخ ما اقول، يا اخ يا ناس واقفين لنا الصف، اعطي كل سائل سؤله. وتحسون ده لو فاتح له محل في السوق ديل ما بيقدر يديهم، خلي كمان زول ميت مدفون جوا وانتهى زمان الدود اكله وانتهى من موضوعه. وتحسون ده لو حي، لو حي الصوفيه الدراويز كلهم ما بيقدر عليهم، فهمت كلامي؟ ما بيقدر يديهم اي حاجه، لكن العقيده الخربانه والناس مصدقين. قال: فاعطي كل سائل سؤله وديهم. نحن نسال ديل نفس السؤال القديم، انت كصوفي ما تزعل اصلا، كلامنا ما تزعل منه. قال له: وهل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون؟ ابراهيم عليه السلام قال لابوه، قال: يا ابتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا اخوانا لاحظوا معي، مع انه ابراهيم مؤدب مع ابوه، والانبياء كلهم مؤدبين، ادب عالي جدا واسلوب راقي، لكن مع الادب
ما في مجاملة في الحق. عشان كده الداعية بيجمع بين أمرين، خاصة في دعوة لأهله والدين وأمك أبوك بالذات، أجمع بين عدم المجاملة في الحق وبين الأدب. ما تناقشوا يعني، أمك ماشية قالت لك وديني ليه ودعي فينا ده، أنا لي محاية منه ليه ودعي فينا، ودعي فينا ده ما الزمان كويس، ماشية للحوار دي محاية كويس. تسأل سؤال قول له أمي الشيخ ده مدفون تحت، انت كان ناديتي بيسمعك؟ الاجابه ما بيسمع كويس، ما بيسمع. بينفعك بضرك بشو؟ لو بينفع بضر يا اخواننا اللي ينفع رقبته يا اخواننا، ما في مشكله اكبر من مشكله ذول المطبق جوا الواطه دي، ذول مطبق مطبول جوا الواطه في شبر جوا، ها مقفل بيطين بفوق وبحجر. هسه في مشكله اكبر من مشكله ده؟ شان يجي واحد وانت صبي ما عندك اي مشكله وعاتي هذا وبتاكل في الطعميه وتشرب بيجاي في المانجا كويس، تجي تقول لي انا عندي مشكله داير احكي لي دول مطبق جوا الواطه دي؟ ده عقل ده يا اخوانا؟ الكلام ده فيه عقل هسه؟ عشان كده ابراهيم عليه السلام قال لهم هل يسمعونكم اذ تدعون؟ ما بيسمعوا الاجابه. او ينفعونكم او يضرون؟ لما سألهم الأسئلة دي قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قالوا بس إحنا لقينا أبواتنا بسووا كده، وده هسه زي نظام نسبوك الشيخ ذيل، أول ما تعصر عليهم ولهم الجماعة ذيل ما بسووا ولا بينفعوا ولا ده ولا أي حاجة. أيوة يقول لك شوف نحن مما قمنا لقينا طريقتنا دي شغالة وده دين أبواتنا، أكم ما عجبك ختانا يا وهاب؟ يقول لك يا زول انا هسه قلت لك بدعوك لمحمد عبد الوهاب، مع عبد الوهاب مالك وماله؟ انا قلت لك اللي تدعو ده لا بيسمعك، ولو سمعك لا بينفعك ولا بضرك ابدا كويس. ابراهيم عليه السلام قال لابوه واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما الهه اني اراك، شو خد بالك الكلام ده ما فيه مجامله، قال اني اراك وقومك، وكمان الجماعة اللي معاك انت ما برك، اني اراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل راى كوكبا، دي المناظرة اللي كانت بين ابراهيم وبين قومه، دار يوقع لهم معلومة، راى كوكبا، لما شاف الكوكب قال هذا ربي. فلما أفل، أفل معناه غاب، الكوكب غاب راح يعني بقى ما ظاهر، قال لا أحب الآفلين. الكلام ده قالوا له، قالوا دار يقنع قومه ديل إنه الحاجة اللي بتغيب وبتنتهي اللي نفع بزول ما بتكون إله كويس. قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا، بازغ يعني ظاهر، قال هذا ربي، مش دي قناعة منه انه ده ربه، لا داري يوقع لهم معلومة، قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، الشمس أكبر من القمر وأكبر من الكوكب الجبل. فلما أفلت الشمس برضو راحت، داري يوريهم انه ده ما بينفع كله. نفس نظام ابوك الشيخ بتلقى هسه الجماعه مقعدينه في سرير كبير وبهببوا فيه، جماعه بهببوا فيه والشيخ مال السرير تب، ها بتجي بعد 6 يوم بيقول لك الشيخ مات. فلما افل الشيخ مات ثاني وقته الحي ما عنده حاجه، خلي بعد ما مات، لما مات ما عنده شيء ثاني، وقته الحي ما عنده حاجه كويس. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الله قال وحاجه قومه، عشان تعرفوا الناس مجارمة بعد الكلام بعد الإقناع ده كله، مثل ضربوا لهم بالنجم
النجم راح، مثل بالقمر، القمر راح، مثل بالشمس، الشمس راحت. بعد ذاك قال لهم ها لما ناقشهم الله قال وحاجه قومه، بقوم ناقشوا فيه. وبعد ما تبين لهم الحق قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم، ما هم خوفوا بالجماعة بتاعينه، ولا أنت لو ما عملت حسابك لئن لم تنتهي لتكونن من المخرجين. دي قالوا لنوح، قالوا للوط، كويس خوفوه بالجماعة بتاعينه. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، قال لي أنت راغب. راغب دي لما نقول راغب في معناه دائرة الحاجة، لما نقول راغب عن معناه ما دائرة، كويس. قال له أراغب أنت عن آلهتي، يعني أنت ما عاوز الآلهة بتاعتنا وأنت زاهد فيها. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ده أبوه يا أخواننا، عشان تعرف إنه الدين بيجيب عداوة حتى بين الوالد والولد. أسا الجماعة اللي موفق في الحلة يقول لك الجنة ده مما جانا، الجنة ده يستخفوا بيك ذاته، الجنة ده يقول لك مما جانا. خلى الحلة دي كلها مش شكلة، كلها شكلة مدورة، كويس. الناس بيقول لك فرقت أنا، لا ده فرقان مطلوب يا أخوانا، ما أي فرقان مذموم، في فرقان مذموم، في فرقان مطلوب. ربنا قال تبارك الذي نزل ها الفرقان، فرقان يعتو يفرق بين الحق والباطل. عشان كده الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يوم سألوه قال له السلفية بتفرق، قال نعم بتفرق، نعم بتفرق، لكن بتفرق بين منو؟ بتفرق بين الحق والباطل. باطل يمشي بجاي والحق يمشي بجاي، لابد من فرقان، كويس. إبراهيم عليه السلام قالوا له لئن لم تنتهي ها راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. ده أبوه يا أخوانا، أبوه قال له شوف أنا برجمك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. سبحان الله، إبراهيم في الأول كويس قال لأبوه وعده إنه يستغفر له، قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم. تعرف الشغلانة دي أنت ممكن تصل لنتيجة زي دي في المجتمع وما بعيدة، عادي يقول لك شوف يتوافقنا يتفارقنا. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان في عهده في الشام في زمن وقت ذاك كان صغير، عمره من 19 ل 20 سنة فقط، وده في رد على الجماعة اللي بتفلهم هسه يقول لك ده صغار وانت صغير لسه عملت شنو كده. خليني انا خليني كويس، انت محروق مني صالح حاجات تانية، خليني انا الألباني كيف 19 ل 20 سنة اختلف مع ابوه. ابوه كان من علماء الاحناف وكان على العقيدة الصوفية، كويس. عندهم في المسجد الاموي في دمشق قبور، وبصلوا في الجامعة اللي فيه قبور. الشيخ الألباني ناقشهم في المسألة دي وقال لهم ما بتجوز الصلاة في المسجد اللي فيه قبور. كتر النقاش بيناتهم، كتب الألباني كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. الكتاب ده وقت كتبه عمره من 19 ل 20 سنة. العلماء بتاع الأحناف صوفية جو ها، مش الأحناف كلهم صوفية لكن ديلك صوفية، جو لي والد الشيخ الألباني قالوا له ولدك ده بيقول 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 وبينهى عن الصلاة في المساجد اللي فيها قبور. جابوا ناقشوا قال له يا ولدي ها واحد من الاثنين، إما الموافقة وإما المفارقة. يا قال لو تتفق معانا في الصلاة على الصلاة في المساجد اللي فيها قبور يا المفارقة، فارق بس. الشيخ الألباني قال له أمهلني أياما، قال له اديني 3 يوم أو نحوها أدبر حالي وأجيك. الشيخ الألباني بيقول وقد علمني والدي
صنعة صيانة الساعات، بيصلح الساعات. قال ماشي أدبر حالي وافتح لي دكان براي عشان أضبط أموري تمام. بعد ما جاوا بعد 3 أيام قال له اخترت المفارقة. فارق طوالي الدين ما في مجاملة يا ناس، ده الألباني محابوه مفارقة قال له طوالي مجاملة ما في. السنة طولينا جماعة جداد وده لنا معكرين مزاج الله يا مادي. جماعة جداد فهمت انحشروا في نص اخواننا. جو قال لهم ما الصادم؟ ومن الذي ألزمك بالمصادمة؟ ولو عملتها مرات كده ما في مانع، لكن ليس من اللازم المصادم. يا هذا انا بصدمك بآيتين بكسر راسك ده. ده المستهبلين ده اللي لخبطوا منهجنا. فهمت كلامي ده؟ أعرف كويس أوي. يغشك واحد يجيك بكونية من برا أبو منو؟ مين يقول لك أبو؟ طوال الوقت خلعه معقول؟ أبو فلان؟ وشنو أبو ولا أم؟ موضوعنا معاك تقدم منهج واضح بلا أدلة. فهمت كلامي؟ الشيخ الألباني لما تكلم عنه الإمام العلم الجهبذ الإمام محمد ابن إبراهيم عليه رحمة الله تكلم عن سيرة الألباني ولخص جهود الألباني وسيرته في 3 جمل. 3 جمل. قال كان ناصرا للسنة قواما بالحق أو كلمة نحوه. الجملة الثالثة مصادما لأهل الباطل. ده الشغل اللي احنا بنعرفه. دعوة يا اخواننا في بلد مليانة صوفية، مليانة اخوان مسلمين ضد التوحيد، مليانة صوفية عقائدهم خربانة، مليانة حزب تحرير، حزب أمة، حزب أم جكو، فهمت؟ مليانة أنصار سنة مدغمسين، ناس يعرفوا التوحيد وجبانين ومرضانين، دار ياكلوا في كروشهم بس، زي واحد عاطل قاعد بيجاي، ده هم كرشه دي، تديه فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. كما قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ده ما بيعرف لك فهمت توحيد ولا بيعرف لك القروش بتاعته بتاعت الحلقة. في خلاص ما في توحيد ما في فوت. فهمت كلامي ده يا ناس؟ الدعوة بتاعت التوحيد في جو زي ده تكون دعوة ممردغة، ها دعوة ممردغة وتعبانة، وغالبك انت تجيب على حيلك وتتكلم بوضوح في الشرك وفي عبادة غير الله وفي الذين يدعون الناس إلى عبادة غير الله جل وعلا. انت تقول انت معناه جبان ومرضان وحامل منهج خبيث، حامل منهج مرضان. ده منهج بتاع إخوان مسلمين. الأخوان المسلمين من سوء إنهم بيفرزوا منهجهم ده في الناس التانين. انت عارف في ناس هم ما اخوان مسلمين عديل لكن شربوا منهم بالنز، بس بالنز. وش يقول لك ده شرب بالنز؟ حبه حبه شربوا من المنهج الباطل بتاع الاخوان المسلمين، منهج المصلحه ومنهج العمل من اجل السياسه والمصالح فقط. على كل حال ابراهيم عليه السلام واجه قوم مواجهه واضحه وصريحه ومساله ما فيها مجامله، كله كله كويس. قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنا لعلي أقف عند هذا الحد وما أدري الإخوة بواصلوا ولا بيقفوا على كده. شيخ مزمل Yeah.